فهيك صار يعمل ريكورد. خلينا نكمل الهويستينج والجيرنج كالكوليشن اللي بدينا فيهم المره الماضيه. نلخص على السريع اللي عملناه المره الماضيه. هلا عندي هون بولي او شيف او سبروكت والدايمتر تبعها فرق سميته بي اس. هاي البولي اللي كان معلق فيها هون لود، واللود هذا او ماس. الماس هاي كانت ام، كتلتها ام. قلنا هون حتى اعملها تسارع للاعلى بمقدار اير ويجي عليها اصلا فورس ام جي، لازم اتغلب على ام جي ولازم اضيف اي كمان. فالفورس المطلوبه لازم تكون ام جي زائد ام اي وتساوي ام جي زائد اي. هاي الفورس حتى اضغط لازم احط هون تورك على هذا الشيء مساوي التورك المطلوب من الدرايف بيساوي دي اس على 2 اللي هي الراديوس تبع الشيب مضروب في ام مضروب في جي زائد اي. هذا راح يعطيني تسارع خطي هون مقداره اي متر بير سكند سكوير او الفا عند هاي النقطه الفا راديوس بير سكند سكوير. اذا هاي هون راح اوسعها الان راح ارد اخذ هاي اعملها ام جي دي اس على 2 زائد ام اي في دي اس على 2. وام جي في دي اس على 2 ممكن افكر فيها انها التورك الناتج عن هاي الماس بسبب الجرافت. فلازم اتغلب على هذا التورك زائد ومحل اي ايش حطيت المره الماضيه؟ عوضت محل اي عوضنا 1000، اذا نعوض محل اي نعوض الفا فراح تكون الفا في دي اس مش هيك؟ مش الراديوس مضروب في ثيتا مثلا بعطيني لينير ديستنس. فاحنا قلنا انه اي تساوي الفا في دي اس على 2 زي ما في بتساوي اوميجا في دي اس على 2 زي ما دي او الديستنس بتساوي ثيتا في دي اس على 2. فمحل هذه راح احط ام دي اس على 2 الفا دي اس على 2. في النهايه اذا هون عوضت راح يصير دي اس على 2 تربيع ريدس تربيع في ام. فهذا راح يصير دي ماينس عفوا تي اللي من الدرايف ناقص التي اللي بتسببه الماس بسبب الجاذبيه عندها مجموع التوركس هي سم اوف تي راح يساوي الفا مضروب في ام في دي اس على 2 تربيع. لكن ام في دي اس على 2 تربيع هي هي السكند مومنت اوف ماس. عود حالك تقول سكند مومنت اوف ماس سكند مومنت اوف اريا عشان تميز ما بين انرشا الاثنين بسموهم انرشا. بس هذه هي سكند مومنت اوف ماس. سكند مومنت اوف ماس ماس مضروبه في مربع الديستنس. سكند مومنت اوف ماس سكند مومنت اوف اريا راح تكون اريا مضروبه في مربع الديستنس راح تكون وحدتها متر تو ذا فور. اذا هاي تي ام تساوي الفا في اي وهاي نكتب من المعادله اللي هي قانون نيوتن الثاني انا طبقته حول الاكسس اللي هو الاكسس هذا اللي الشافت اللي موجود. هذا اللي مشينا فيه اظن المره الماضيه وصلنا لحد هون صحيح؟ خلينا ناخذ الان لو عندي جير بوكس. هلا انا احيانا بدي احاول اعمل ماتشنج للتورك او ماتشنج للسبيد. ماتشنج يعني اوفق ما بين اشياء. اذا الجير بوكس هو ديفايس الهدف الرئيسي منها تعمل ماتشنج اوف تورك اند سبيد. في معظم التطبيقات اللي احنا بتهمنا راح يكون ستيب داون، ستيب داون للسبيد يعني ستيب داون. فعندي الجير بوكس راح افترضه انا بلاك بوكس، انتم درستوا انواع مختلفة منه، بس انا راح افترض انه بلاك بوكس. واللي بيهمني فيه هو الريدكشن ريشيو، الجير بوكس ريدكشن ريشيو راح اوصلها في ار جي، وراح افترض انه هذا ستيب داون، وراح اسمي هذا الشافت هاي سبيد شافت اتش اس اس، وراح اسمي هذا الشافت لو سبيد شافت. هلا هذا هون راح يلف عندي بسرعه راح ارمزها باوميجا اتش اس اس، وهذا راح يلف بسرعه راح ارمزها باوميجا ال اس اس. والتورك عندي هون في هاي النقطه او الانبوت تورك اذا كان طبعا الفلو للباور او بهذا الاتجاه، هذا راح افترض انه تي اتش اس اس وهذا راح افترض انه تي ال اس اس. مباشر عندي علاقات من طبعا هذه ستيب داون من الديفينيشن. انا سميت لك اياها الديفينيشن، واضح انه هاي سبيد شافت لو سبيد شافت. فالتورك فالسبيد ايش راح يصير فيها من هون لهون؟ يقل. وايش راح يصير في التورك من هون لهون؟ اذا عندي واضح انه تي لو سبيد شافت بيساوي ار جي، وار جي رقم اكبر من واحد. ار جي في تي
HS هذا في ideal system لكن لو عندي هون forward efficiency في عندي هون eta forward eta forward يعني إذا power flow بهذا الاتجاه راح تكون eta forward بهذا الاتجاه eta اللي هي efficiency يكون عندي T LSS تساوي eta RG T my speed عادة راح يكون عندي هون المحرك الاكتويتر هون الموتور الروتر الموتور راح يكون موجود هون فهو راح يعطيني التي هاي سبيد شافت راح يزيد التورك بمقدار ار جي بس في جزء منه راح ينقص هذا النقص سببه الافشنسي هذا الجير بوكس الا فيه راح يكون فيه فريكشن راح يكون فيه نويز اذا هذه المعادله او العلاقه على التورك هلا بالنسبه للسبيد باي ديفينيشن اوميجا لو سبيد شافت بتساوي اوميجا هاي سبيد شافت على ار جي باي ديفينيشن من الاسم مبينه احنا قلنا انه ار جي هي رقم اكبر من واحد هي يعني 40 لواحد 39 لواحد هل الافشنسي بتاثر عندي هون؟ لا لا بس حنحط الافشنسي هون لانه هدول السرعتين العلاقه بين السرعتين ايش بعتمد؟ المسننات المسننات اللي موجوده مالهاش علاقه بالافشنسي الافشنسي على مين بتاثر؟ التورك ما بتاثر على سبيد فالسبيد هذه دائما صحيحه تكون من هون طيب نيجي الان نطلع على الانيرشا اذا هون واضح طبعا هذه هون انا راح اكد عليها انها فورورد هاي فورورد افشنسي راح يصير شيء عندي ثاني بالريفرس افشنسي هذا في مش كل الجير بوكسز هم نفس الافشنسي باتجاهين ها واضح مزبوط في جير بوكسز حسب اتجاه الفلو للباور راح يكون في له افشنسي باتجاه وافشنسي باتجاه معاكس خصوصا اذا مر عليكم ما مر عليكم الورم جير بوكس الورم جير بوكس له ديفرنت افشنسي فورورد اند ريفرس اقل شيء نعم اقل شيء بكل افشنسي بالضبط وحتى في منهم بيعمل لوكينج بس مش كلهم بيعمل لوكينج خلينا نطلع الان على اذا بنطلع على الانيرشا فراح نطلع على اللو كونزرفيشن اوف انرجي لو عندي فلاي ويل على هذا الاتجاه بدي اشوف انا الفلاي ويل لو كان عندي فلاي ويل على الهاي سبيد شافت اللو سبيد شافت بدي اشوف اثرها على الهاي سبيد شافت او شو بتبين لو عملت لها ريفيرال او ريفليكشن طلع هذول الكلمتين تذكروهم دائما احطهم هون على جنب ريفيرال او ريفليكشن referred او reflected to the high speed shaft انا بدي اعمل حساباتي ارجعها بتذكروا كنا نحكي بدنا نعمل حسابات نرجعها للهاي سبيد شافت هلا انت زي ما بدك بتقدر تعمل حساباتك على اللو سبيد شافت بتقدر تعملها لينير بتقدر تعملها روتيشنال على الهاي سبيد شافت انا رح اعمل referral referral يعني كاني بقول لو عندي فلاي ويل موجوده هون شو بتبين عندي لو اطلعت عليها من هون اوكي زي لو عندي ترانسفورمرز اخذته في الكهرباء لو عندي ترانسفورمر عندي ريزيستر محطوطه على السكندري شو بتبين على البرايمري هذا اسمه referral او reflection نفس الفكره هذا الجير بوكس بناخذه مرة ثانية ار جي لواحد وعندي هاي هون اللو سبيد شافت وهي الهاي سبيد شافت هلا لو عندي انا فلاي ويل هون لو مركب فلاي ويل عمالي بسأل السؤال الفلاي ويل هاي شو بتبين عندي هون لو اطلعت عليه ما رح تبين نفسها مزبوط اكيد قيمتها مختلفة رح تكون بالريشو الريشو هلا السؤال اللي بدنا نسأله كيف بتبين اذا مبدا الكونفرميشن اوف انرجي ايش بقول لي انه الكينيتيك انرجي هلا هاي مش عم بتلف في انها انرجي مزبوط الكينيتيك انرجي لو كانت هي على الهاي سبيد شافت المفروض يساوي الكينيتيك انرجي على اللو سبيد شافت في ايتا راح ادخلها بعدين بس خلينا نفترض انه ايتا 1 100% الكينيتيك على الهاي سبيد شافت راح تساوي هاف ايش؟ ام في سكوير لا بس ما في شيء ام في روتيشنال اي تمام اي بس اي اي تبعت الشافت الهاي سبيد شافت لو سبيد شافت هاي راح تكون هاي سبيد شافت اوميجا هاي سبيد شافت بس ايش لازم اعمل هون؟ لو عندي ايديال سيتويشن ما فيش عندي اي لوسز راح تكون انرجي الانرجي اذا هاي راح تساوي لو سبيد شافت اوميجا لو سبيد شافت مضبوط؟ اسطب النص مع النص وخليني اقول هلا لو انا عندي ال اس اس شو راح تبين على ال ال اي اتش اس اس فاذا راح اسال السؤال اي اتش اس اس بتساوي اي ان اس اس مضبوط في ايش؟ يعني كانك انت بتقول لي الريشو تربيع تمام اذا احنا كانك عمالك بتقول لي لو انا في عندي ركبت انا الفلاي ويل بس ما بدي اخليها على اللو سبيد شافت اشوف شو بتبين على الهاي سبيد شافت هي عم بحاول اجاوب لك السؤال مضبوط هذا بايش بده ينضرب الان؟ اوميجا ال اس اس راح اقسمها على اوميجا ال اس اس على اوميجا اتش اس اس بقدر احط التربيع هيك مضبوط لكن باي ديفينيشن هدول شو بيساوي؟ كيف بيساوي؟ كيف بيساوي؟ هي ولا واحد عليها؟ واحد مين اللي اكبر؟
إذا واحد على R إذا عمالي بقول إنه I HSS بيساوي I LSS وبقول في واحد على R G square. R G square هي الرقم الكبير يعني 40 أو 50. شو نستنتج من هاي؟ إنه بتقل. تمام. إنه لو كان عندي إنيرشا محطوطة على اللو سبيد شاف بشوف شو بتبين على الهاي سبيد شاف بلاقيها إنها بتقل مش بنسبة R G بمربع نسبة R G. تمام. أوكي هذه مهمة جدا. وفي كمان إشي تاني. I L S S شو بتساوي؟ H R G. إذا لو أنا بدي أضيف إنيرشا هلا رح تسألني ليش بدي أضيف إنيرشا؟ خلي هذا السؤال على جنب بعدين بتجاوبه. بس لو أنا بقول لك ضف لي أكبر كمية إنيرشا للسيستم يعني خليها سلجش السيستم. وين أحسن أضيف؟ وين أحسن أحط فلاي ويل؟ أحسن مكان أحط فلاي ويل؟ على اللو سبيد. طلع على الهاي. لا على الهاي نضرب على الهاي سكوير. لو حطيتها على الهاي سبيد شارك شو بتبين على اللو سبيد شارك؟ كبير كبير. أوكي؟ هي نفس الفلاي ويل أحطها هون ولا أحطها هون؟ ولذلك إذا بتروح على كثير من السيستم بتلاقي إذا بدي أضيف فلاي ويل للسيستم لسبب معين أنا بدي أضيف فلاي ويل للسيستم راح تلاقيها مركبة على الهاي سبيد شارت أثرها على السيستم راح يكون أكبر مما لو حطيت على اللو سبيد شارت. هذا إذا احتجت. إحنا المفروض هلا بالفيريبل سبيد درايف والأشياء الحديثة بطلنا نحتاج هاي الأشياء. طب دكتور نعم. إفشنسي الجيرز مش كثير عالية فوق ال 95 صحيح قديش تقريبا؟ تخيل 99 حسب نوع الجير حسب نوع الجير بوكس ما هو في عندك الورم أقل قديش بوصل الورم جير 60% هلا في لحد الآن في كتير تطبيقات بحبوا يستعملوا فيها الورم جير بوكس لأنه قديش واحدة وأبسط والكوست أقل وهيك بس بيعاني من الإفشنسي لأنهم بحبوا كمان اللوكينج from a safety point of view في ناس بحبوا اللوكينج الريفرس لوكينج فيتشر بس هي بتوصل يمكن للهيليكال جير بوكس اكثر من 95 تمام اذا خليني ارجع اركز الان على هاي اللي بتهمني لكن الان بدي اشوف انا اثر الافشنسي لو عندي فورورد افشنسي هون لو عندي ايتا فورورد ولسه الباور فلو بهذا الاتجاه رديت سالت نفس السؤال ايش بتبين ال اس اس هون اذا عندي ار جي ريدكشن ريشو بس كمان في عندي افشنسي شو بصير بالانرجي الان ليش بتظهر الانرجي مقدار ايتا اذا بصير عندي الان هاي المعادلة بأخذها مرة تانية تبع الكينيتيك إنرجي ومنقول إنه ها I HSS بتبين على الهاي سبيد شافت مضروبة في إيتا إذا هاي هون I لو سبيد شافت أوميجا لو سبيد شافت تربيع بشطب النص بالنص من هون برجع عندي نفس الشيء عم بسأل أنا السؤال شو بتبين على الهاي سبيد شافت إذا عمالي بقول إيش ببين عندي الوضع على الهاي سبيد شافت عندي إيتا بتضلها موجودة هون I L S S موجودة هون وبعدين عندي هاي راح تكون نفسها راح تبين أكبر من قيمتها مظبوط هيك إحنا اللي عملناه low speed shaft high speed shaft لا نطلع فيها بالطبع نخلط هذا من هون هذه كان لازم هذه تنضرب من هون لأنه لما كانت الإنرجي هون ونقلتها لهون راح يروح جزء منها فهذه المفروض انها تكون ايتا موجوده مضبوطه هون مش موجوده هون تصير 1 على 8 بس تكبر الانرجي فعندي هون انا عمالي بقول انه الانرجي اللي موجوده هون راح تكون جزء من الانرجي اللي موجوده اصلا هون الانرجي اصلا موجوده هون قديش الجزء منها راح يبين هون هو مضروب في ايتا لسه يمكن عندنا شيء غلط خلينا نتاكد منها دكتور هو الدرايف الموتور وين راكب على اللو سبيد ولا على الهاي سبيد الدرايف موجود هون الدرايف موجود هون والتورك منه راح ينزل لا دكتور رجع الاول كان الدرايف على الهاي سبيد هيكون زي نضرب في ايده مش درايف على الهاي سبيد شارك التورك من هون لهون راح ينضرب بالضبط فبدي تورك اكبر من هون حتى يقدر يتعامل مع الانيرشيا اللي موجوده هون هذه صحيحه من هون هاي صحيحه بس خليني اشرحها بشكل احسن المره واضح الهاب هذا هو يعني الهاي الانيرشيا اللي بدي اتغلب عليها على هذا الشاف راح تبين كانها اكبر من قيمتها لاني هون بقسم على رقم اقل من واحد مظبوط صحيح مظبوط صحيح يعني احنا هون التورك جاي عندي من هون التورك بده يتقلب على شيء موجود هون هذا الشيء لما بنقله لهي الجهه راح يبين اكبر من قيمته الاصليه لانه في عندي لص في التورك لما يجي من هون لهون ممكن نفكر فيها نفكر فيها من ناحيه انرجي باول معادله بالنص نفسها انه بنحكي احنا الانرجي اللي بدنا نحطها لازم على الهاي سبيد شاف لازم تساوي الافشنسي بالهذا تكون اكبر من هاي القيمه هذه معادله صحيحه من هون بس خليني انا اتاكد كان لازم اعرضها بشكل احسن من هون لما عرضنا إذن الجواب السؤال الـ I الهاي سبيد شارت راح تبين
عفوا اللو سبيد شافت راح تبين على الهاي سبيد شافت مقسوم على ايتا مقسوم على ار جي، راح تصغر بسبب ار جي بس راح تكبر بسبب الافشنسي اللي موجوده.